نبدي وزملائكم خليهم يوم يجون يدخلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما قلت لكم محاضرتنا اليوم هي Excel 2016 Selection Techniques. السلكشن جدا مهم جدا مهم بالأكسل، لأنه ماكو عملية إلا ما ندر تخلو من السلكشن. هاي المحاضرة، هاي النقاط العفو اللي راح نتكلم اللي تكلمنا عنها بالفيديو، ما راح نبدي نشرح نعيد الشرح لين هسه. اسمع منكم اذا عندكم شيء تريدون يعني اعيد الشرح مالته او نبدي اسئله واستفسارات. اللي عنده سؤال يكتب على الشات، واذا تريدون اعيد الشرح ايضا كتبوا لي. تسمعوني ولا لا؟ تريدون نعيد المحاضرة لو تريدون نسأل استفسارات؟ سلوان الصوت يمي واضح، وأكو بعض الطلاب دا يقولون واضح، المشكلة يمك. مريم تشيك الصوت يمك بابا. يعني أكو بعض دا يقول نعيد الشرح، فراح أعيده بشكل سريع. أكو بعض من هذا اللي سأل يقول الفيديو منزل على اليوتيوب، اي الموجود على اليوتيوب والرابط موجود على الكلاس، الرابط موجود بالكلاس. ما الطلاب دي يطلبون نعيد الشرح، بس نبدأ على بركة الله. لا عبد المنو دي يسأل يقول الفيديو موجود مال هاي المحاضرة. هم المحاضرة اللي هي اكسل 2016 سلكشن تكنيكس موجوده على الكلاس روم وعلى شكل فيديو مقطعين، مقطع اول ومقطع ثاني، وهسه راح نعيدها بشكل سريع ان شاء الله. حسن تفضل. حسن شنو ردت؟ شنو اخر نقطه؟ تفضل. حسن ما اعرف مخلبت شنو يعني يقصد حسن دكتور اخر نقطة. المهم بس الحضور نهاية الورشة طلاب، الحضور قبل لا تنتهي الورشة بربع ساعة، انزل رابط التسجيل ان شاء الله. خلينا نبدي حتى لا نضيع الوقت عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اي الطلاب بده يكتبوا لي ممكن مراجعه سريعه العفو. اي ان شاء الله. الواجب شنو اذا ممكن شنو المشكله؟ طلاب انت عددكم هواي، فاللي ارجو يعني الاسئله بالشات على كيفكم. الواجب ايضا من نكمل المحاضره بعد المحاضره راح ينزل الواجب. واجب شيء بسيط بس والفائدتكم صدقوني، يعني اني كان قلت لكم امتحان، ولكن احنا نريد نساعدكم بسبب الظرف الموجود، بسبب التعليم الالكتروني، يعني
التفاعل قد يكون مو هو، الظروف صعبة، فمن باب المساعدة راح نعطيكم هومورك بسيط تجاوبوه وتسلمونا على الأسايمنت بالكلاس روم، وفتشي كلش سهل وأغلبه راح نشرح عنه هسه. دكتور تنطينا وقت هواية؟ أي عادي ماكو مشكلة، نتفق بنهاية المحاضرة أفرح أفتح العفو تدرون صيامه والسحور قاعدين بنهاية الورشة راح أفتح المايكات ونتفق على وقت. دكتور هو البرنامج ما ينزل على اللابتوب؟ يا برنامج ما ينزل على اللابتوب؟ لا ينزل. لا لا عفو الطلاب، الطلاب دي شكرون هذا واجبي وإن شاء الله نتعاون، بس طبعا التعاون يكون على مقدار التفاعل وعلى مقدار الجدية بالعمل. صح الهومورك هو بسيط لكن اكو ما يجاوب واكو جاوب بطريقة يعني مو بالمستوى المطلوب، هذا هو يتحمل نتائجه. خلينا نكون جادين، انتم تكونوا جادين بالمادة حتى احنا نكون جادين بمساعدتكم ان شاء الله. نبدأ محاضرة. دكتور عادل اكسل عندي 2007، انا ما عندي مشكلة طلاب ولكن هو مادتكم انا المهم يجيني محلول، لكن اتمنى تنزلون هسه المحاضرة راح اقبل، المحاضرة جاية يجوز مو انا يجوز يجيكم غير استاذ، فواجبكم هو اكسل 2016، هالمرة راح نمشيها بس المرة الجاية ما راح نمشيها. اكو من الطلاب دي يشكروني، العفو طلاب هذا واجبي. قدم المحاضرة، اتمنى تتوقف الاسئلة حتى نقدر نمشي بالمحاضرة وهذا وقت عليكم. طلاب هاي البي دي اف وموجود على الجوجل كلاس روم، في شرح كلش واضح وموضح بالصور. محاضرتنا اليوم هي بس على السلكتنج تكنيك، ومحاضرة قصيرة وسهلة. شوف مجرد 7 صفحات وهي كل صفحة بها سطرين، البقية كلها صور، يعني مو سطرين سطرين بس معنى الكلام انها قليلة كلش. هذا البي دي اف موجود على الجوجل كلاس روم. خلينا نفتح تيبل معين. بس طبعا دقيقة. هذا جدول بسيط، يعني ادخلت انا البيانات يعني مسبقا حتى نستغل الوقت لتكون هناك تأخير بالنسبة لكم. قلنا هاي النقطة اللي راح نتكلم عنها. اول نقطة Why are selection techniques important؟ ليش مهم السلكشن تكنيك؟ مهم مثل ما قلت لكم لانه اغلب عمليات الاكسل تحتاج الى سلكشن تكنيك. بس راح نشوف بهذا المثال البسيط. عندنا مجموعه نقاط، المجموعه الاولى سلكتنج اسيال هي اختيار الخلايا او الخليه. قد تكون النقطة اللي بعدها selecting range of connecting cells، قد تكون الخلايا متجاورة أو النقطة اللي بعدها الخلايا غير متجاورة، وشون نختار الانتاير ورك شيت، والبعدها وشون نختار الصفوف، وإذا الصفوف متجاورة أو غير متجاورة، واختيار الأعمدة وإذا كانت الأعمدة متجاورة أو غير متجاورة، والنقطة الأخيرة هي التوصيات. التوصيات طبعا ما مطلوبه من عندكم لكن اتمنى تقروها للفائده.
نغلق الأبواب. أول نقطة قلنا منها هي selecting سيارة. شلون نختار خلية؟ شوف الخلية مجرد تكون هناك ماوس كليك عليها أو نقرة الماوس على أي خلية بالورك شيت راح يظهر عنوانها هنا، إذا معناها صارت عملية selecting لها. على سبيل المثال نختار هاي الخلية اللي تحتوي على كلمة country، مجرد ان ضغطنا عليها بالنقرة كليك نقرة ماوس العفو ظهرت هنا، ظهر عنوان الخلية واللي تكلمنا عليه بالمحاضرة السابقة اللي هو A4. طيب شنو فائدة هذا السلك سوينا احنا يعني واذا اخترعنا؟ هسه من اريد اسوي فورماتينج لهذه الخلية، طب ونخليت الماوس على هذا الاوبشن الخاص بالباك جراوند اللي بلون الباك جراوند. الخلية الوحيدة اللي صار عليها تغيير هي الخلية اللي اختاريناها واللي سوينا لها سلكشن. خلينا نختار، نعطي حجم اكبر للبيان، بولد العفو، نعطي حجم سايز اكبر للكونتنت الخاص بالخلية. شوف يعني انا من دا احرك الماوس على هاي الازرار او الاوبشنات فقط الخلية اللي سوينا لها سلكشن هي اللي تتأثر. كنترول زد، خلينا نرجع كنترول زد يعني اندو تراجع. خلينا نشوف الطلاب من اللي فاتوا. طلاب أنا يعني رابط جهاز ثاني ودا أباوع ومخلي مايك من عنده على أذني حتى أشوف الصوت واضح والصورة واضحة عندي كلش واضح، خاف الخلل يمكم. يعني أنا مخلي جهاز ثاني بصف التيست حتى إذا صار تقطع انتبه. فاللي عنده خلل خلي يشوف النت من يمه. نرجع لموضوعنا. طيب اريد اسوي كوبي لخليه معينه على سبيل هاي الخليه، مستحيل اقدر اسوي لها كوبي اذا ما اضغط عليها بماوس كليك واسوي لها بس على سبيل المثال كنترول سي. شوف بس الخليه اللي سويناها لها سلكشن تاثرت. خلينا نسوي لها بيست هنا كنترول في وجدت هنا. طيب إذا كانت خلايا متجاورة شلون أسوي لها سلكشن؟ على سبيل المثال هذا الصف الأول، أو بصراحة هو مو صف لأن من أبوي كلمة صف يعني أقصد الرأس، هذا صف، هاي مجموعة خلايا متجاورة موجودة ضمن الصف 4 أو الرأس 4 صف رقم 4. المهم إذا الخلايا متجاورة يعني واحدة بصف الثانية، يعني مثلا من أقول هاي الخلية country والخلية سيلز اللي تحتوي سيلز 2013 متجاورة؟ لا ما متجاورة، بعيد عنها. لكن من أريد أختار هاي الخلايا بمجموعها اللي أشرتها نقدر نعتبرها متجاورة. شلون أختار خلايا متجاورة؟ أضغط على الخلية الأولى واضغط المفتاح شيفت بالموجود بالكيبورد. اللي ما يعرفه خليه يكتب حتى اعيد اشرح واقول له وين موجود. اضغط على المفتاح كانتري على المفتاح شيفت واضغط كليك ماوس كليك العفو على اخر خليه بالخلايا المتجاوره اللي نختار العفو. صح خطا، مجرد هسه مجرد انا اشيل اسمي العفو اشيل ايدي من المفتاح راح تكون الخلايا كلها صار لها سلكشن. طيب ايضا هسه الخلايا نقدر نسوي لها كوبي، نقدر نغير بشكلها، نقدر نغير بالباك جراوند مالتها. على سبيل المثال نعطي رصاصي زت سكيب.
طيب اذا نسوي سلكشن للخلايا غير المتجاوره، يعني على سبيل المثال بين سطر بين صلح بين عمود وعمود، يعني الخليه بي 4 والخليه بي ثانيه دي 4 العفو بي 4 دي 4 جي 4 خلايا غير متجاوره، شلون سويت لها سلكشن وهي غير متجاوره؟ ضغطت على المفتاح كنترول، يعني اضغط على الخليه الاولى ثم اضغط مفتاح كنترول وبعدين اسوي ماوس كليك للخلايا المتباعده اللي اريد اختارها، ارفع ايدي عن المفتاح كنترول تبقى عمليه السلكشن فعاله. واضح طلاب؟ عندنا نقطتين، من تكون الخلايا متجاورة دكتور بس عيد الفقرة شنو فائدتها؟ يعني ايش تقصد؟ ها فقرة الشفت، الشفت اول لا اتكلم عنها راح تجينا اكثر من مرة، لان انا دا اقرا الاسئلة وياكم طلاب، يعني انا واشرح لكم عيني على الشات اقرا الاسئلة. احد زملائكم قال شنو فائدة الشفت؟ الشفت من نضغط شفت ونضغط ماوس كليك نختار خلايا متجاورة او صفوف متجاورة او اعمدة متجاورة، هذا بالشفت. الكنترول للغير المتجاورة اذا خلايا او اذا صفوف واذا اعمدة، بس احنا اختارينا خلايا متجاورة وخلايا غير متجاورة. زين طيب هسه نجي شلون اختار الصفوف. مثلا اريد اختار الصف رقم 5 اللي يحتوي على بيانات دولة الهند. تبوا يعني خلي الماوس على الصف رقم 5، على الرقم 5 اللي هو رقم الصف، راح يتغير شكل الماوس. اذا تلاحظوه اذا ما تشوفوه حاولوا تجربوها، يتغير شكله الى سهم اسود صغير اتجاهها باتجاه ورقة العمل. مجرد ماوس كليك بهذا المكان راح يظلل الصف بالكامل، يظلل الصف الى يظلل الصف الى اخر خليه، الى اخر خليه ضمن هذا الصف، واللي يوصل عدد العفو الى اخر خليه باخر عمود، وعدد الاحمد احنا قلناها بالاكس لاي 16 16 1000 وكسر. طيب اذا اريد اختار اكثر من صف، اذا صفوف متجاوره مثلا الصف رقم 5 ورقم 6 ورقم 7 ورقم 8 شلون اختاره؟ اختار رقم الصف رقم 5 واضغط المفتاح شيفت وخلي لي مؤشر على الصف رقم 8، ماوس كليك العفو تظلل الصفوف اذا متجاوره. طبعا هذا الشرح كله موجود بالفيديو طلاب، لكن نزلنا رغبتكم احنا دلعين. طيب اذا صفوف غير متجاوره مثلا الصف اللي يحوي بيانات دوله كندا وبيانات الصين وبيانات المكسيك، اختار اول صف بالماوس بعدها اضغط المفتاح كنترول، قلنا غير متجاوره صفوف غير متجاوره كندا والصين والمكسيك. هسه من اشيل اصبع من المفتاح كنترول يبقى السلكشن فعال. من اريد اختار كل هاي الخلايا ضمن ورقه العمل او ضمن الورك شيت، طبعا تعرفون شنو الفرق بين الورك شيت والورك بوك، تكلمنا عنها بالمحاضره. الورك شيت هذا اريد هاي الخلايا مثل ما قلنا احنا، هي هاي المربعات او المستطيلات الصغيره الامامنا، هي هاي الحدود وهميه غير حقيقيه. يعني هسه خلينا نشوف، وانا اقول لك كنترول بي معاينه للطباعه، ماكو خطوط هنا ما تظهر لان هي وهميه. طيب انا ليش تكون حقيقيه؟ شلون؟
بكل الورك شيت شلون راح اسوي سلكشن للورك شيت بالكامل. عندي طريقتين، يا اما اضغط على خليه فارغه واضغط كنترول اي، هذا نسميه سلكت اول، اضغط على الكنترول اي هذا قلت لكم نسميه سلكت اول، او هذا الانترسكشن، او هاي نقطة الانترسكشن او نقطة التقاطع بين الصفوف، بين الصفوف والاعمدة، اكو مثلث صغير هنا هذا شوفوا بالتقاطع، هذا بس نضغط عليه يظل للخلف الورك شيت العفو بالكامل، وبالنتيجة اقدر اضيف لها حدود او مربعات كامل الورك شيت. بس تكون معينة قبل الطباعة كنترول بي، ظهرت خلايا، ظهرت حدود الجدول. نتراجع كنترول زد، بقعدنا شلون نختار الأعمدة، الأعمدة نفس الطريقة، خلي المؤشر على عنوان العمود، على سبيل المثال العمود رقم، العفو العمود اللي عنوانه بي، مؤشر على رأس العمود قرب العنوان، نضغط موس كليك يتأشر العمود. طيب إذا أردنا أعمدة متجاورة نفس الطريقة، أضغط المفتاح شيفت وأضغط على آخر عمود أريد أسوي له سلكشن، اختار أنا أعمدة متجاورة، أعمدة غير متجاورة نفس الشيء، مثلا مفتاح سي والعفو العمود سي والعمود اي والعمود جي، هذا العمود سي، اضغط المفتاح كنترول، هذا العمود اي هذا العمود جي. شو طلع من الأسئلة؟ شنو ثاني صف الطالب، الطالب كاتب سؤال، يقول إذا طلب، إذا الصفوف متجاورة الصف أول وصف ثاني، هذا الصف الأول، العفو هذا الصف الأول، مفتاح شيفت أو كنترول بهالحالة، شيفت أو كنترول ما دام صفا فقط، هسه أضغط مفتاح كنترول ياخذ، واذا اضغط مفتاح شيفت ياخذ. طلاب اعطوني مجال اكمل شرح ونفتح المايكات ونجاوب على الاسئله ان شاء الله. رمضان سبحان الله، الحمد لله على كل حال. طلاب محاضرتنا لهذا اليوم يعني كعناوين انتهت، بقى راح شوية ناخذ تنسيقات على هذا الجدول، نحاول نربط بين هاي المحاضرة والمحاضرة السابقة بشكل بسيط مو بشكل كامل. احنا بالمحاضرة السابقة قلنا العفو بالمحاضرة السابقة قلنا الساين الاينمنت، العفو السيل الاينمنت، من ندخل تكست الاينمنت او المحاذاه تكون الى الجهه اليسرى من الخليه. شوفوا هسه هذا تكست، هذا نص، هاي حروف اخذت محاذاه للجهه اليسرى من الخليه، هذا الديفولت الاينمنت، الوضع الافتراضي للمحاذاه. اما الوضع الافتراضي للمحاذاه للارقام فياخذ الجهه اليمنى للخليه. فاحنا مثلا هاي الخلايا اللي بالعمود اللي يحتوي اسماء الدول نريد نخليها بالوسط سنتر، او بس الجهه كلها نسويها سنتر، لا نريدها لا يمنى ولا يسرى، تكون اوضح او جماليه اكثر. شلون اختار الخليه الاولى؟ طب
يا اما اختار شيفت وانزل بالسهم، العفو شيفت وانزل بالسهم. هاي طريقة ما موجودة بالشرح بصراحة طلاب، بس اللي يشتغل على عكس الأقوال يعرف ان امكانياته عديدة. يعني يا اما اختار هاي او هاي الخلية واضغط مفتاح شيفت راح يختار لي هذا العمود، اسوي لها سنتر، اجي لهذا المفتاح اسمه هذه الفقرة اسمها الاينمنت. انتبهوا بالاكسل كل اعازات يعني تحوي نفس المجموعة مقسمها مجاميع، هذا الكليب بورد، هاي هذا هنا الامور اللي تخص الفونت، هاي اللي تخص الالاينمنت نمبر ستايلز الى اخره. نجي على الالاينمنت، شوف لو احنا لو ما مسوي لها سلكشن ما تاخذ، نعطيها بولد، نعطي لون الكتابة، خلينا نعطيها اورنج، اورنج شوية طوخ مو كل شوية صوت. هذا بالنسبة للعمود اللي يحوي اسماء الدول، هذا صف العنوان. نضغط على أول خلية ونضغط شيفت على آخر خلية. هسه نبدأ نسوي فورماتنج هاي الخلايا اللي سويناها للسلكشن. خلينا نعطيها جولد لايتر، فاتح أيضا شوية لو تريدون التطابق كيفكم. طبعا التنسيقات الطالب كيف، انا يعني ما اركز بصراحه على الالوان. وقت عندي هاي البيانات اللي تحتوي ارقام صرف، شلون اسوي لها تظليل او شلون اسوي لها سلكشن. طلع هاي العمليه اللي قمت فيها وانا شرحتها بالفيديو، اختارت اول خليه ضمن التيبل اللي اريدها يعني يكون لها نفس التنسيق نفس الفورماتينج، واضغط شيفت واضغط اخر خليه، راح يظل الجدول اللي يحتوي هاي البيانات بكرة. او طبعا هذا ما شرحه بالبي دي اف، او طريقه هو يستخدمه يضغط على اول خليه ويضغط ماوس كليك ويسحب الماوس الى اخر خليه، او أكثر من طريق وأنتم أحرار. أضغط أول خلية، أضغط مفتاح شيفت، أتحرك بالأسهم للجهة اليمنى، الخلايا اللي ضمن الصف أختارها كلها، وبعدين بالأسهم إلى الجهة السفلى، يختار أيضا كل الخلايا بكيفكم. وبالنسبة للمبتدئ، أفضل أن طريقة السحب بالماوس، هاي يضغط بالمفتاح الأيسر ويضغط كليك. ليفت كليك بالماوس هو يسحب الى اخر خلية، سوي له سنتر غير الالاينمنت، نعطيها باك جراوند، خلينا نعطي يعني اورنج فات كله هذا العفو. وهم يعني انا يعني سويت كنترول زت وراح الفعل مالته، فنعطيها اي لون، خلينا نعطي سماوي فاتح على سبيل المثال، او جوزي فاتح او ذهبي. صار عندي هذا الجدول، ولكن بقت
الفواصل او الحدود الخاصه بالجدول ما يعني ما موجوده. هسه بنعطي معاينه للطباعه، طبعا بنسوي معاينه للطباعه كنترول بي طلاب، كنترول هذا موضوع الطباعه تاخذه بهذا الكورس. شو هو العفو الاكسل العمل عليه مريح ما ظهرت لنا الحدود. هسه شو نسوي؟ نظلل الجدول اللي نسوي له بوردر، او اللي نسوي له بوردرز العفو. شوفوا طريقه الماوس دا اظلل للمبتدئ، مو بالنسبه للصفوف وللاعمده والخلايا المتباعده. من يكون عنده جدول يحتوي اكثر من صف واكثر من عمود يستخدم الماوس، او يستخدم الكيبورد والماوس سويه يكون افضل. اختارينا هذا الجدول، خلينا نشوف حزم العفو كاتب سؤال. دكتور هم السلكشن للخلايا غير المجاوره والمتجاوره بنفس الصف؟ نعم. السلكشن اذا خلايا متجاوره نضغط على اول خليه ثم نضغط مفتاح شيفت، نضغط اخر خليه شيفت. هنا لازم نستخدم الكيبورد او يريد بالماوس وسحب ايضا. وغير المتجاوره لا، لازم تستخدم مفتاح كنترول. مثلا عندي يونايتد كينجدوم باكستان، هاي ضغطت اول خليه اللي هي تحوي الهند، وضغطت مفتاح كنترول، وبعدين ضغطت على الخليه اللي تحوي يونايتد كينجدوم، العفو يونايتد كينجدوم، والخليه اللي تحوي باكستان. اشيل ايدي عن المفتاح، نرجع ظللنا. هسه هذا الجدول، هسه نريد نسوي له بوردر. البوردر عندنا اكثر من طريقه، يا اما هاي الفورمات نضغطها واجي على فورمات سيلز، يفتح لي دايلوج بوكس عنوانه فورمات سيلز نغلق، او كليك يمنى يعني رايت كليك على الماوس يفتح لنا قائمة فورمات سيلز، ايضا راح يفتح دايلوج بوكس اسمه فورمات سيلز. وهنا هذا اذا اضغط على هذا السهم الصغير، تو هذا السهم الصغير هذا، هسه اذا اضغط على هذا يفتح لي دايلوج بوكس اسمه فورمات سيلز الالاينمنت، واقدر اتحول منها على الحدود ماكو مشكله. هذا السهم الصغير يفتح لي الدايلوج بوكس اللي خاص بهذا الفقره، هاي الباراجراف. خليني اجي من هنا اخذ الحدود مور بوردرز، شوف هم يفتح لي فورمات دايلوج بوكس يحتوي فورمات سيلز. اذا اريد الاوتلاين الحدود الخارجيه لهذا الجدول اضغط على الاوتلاين، بس اختار النمط اول مره. مثلا انا اريد النمط بولد، من اختار هذا البولد واضغط اوتلاين تبو، هسه من اقول له اوكي اختار اوتلاين، خلي اسوي دبل كليك هنا. تعرفون هذا الدبل كليك، من تكون الخليه نحس الكونتنت اكبر من الخليه نضغط دبل كليك على الحد الفاصل بين الاعمده. زين، بقت الفواصل الداخليه، خلي اضغط، شوف هنا ما راح ياخذ. من اضغط اريد اضغط هذا الانسايد ما ياخذ، ليش؟ ليش ما اخذ؟ لانه ما سوينا له سلكشن. لازم ارجع اعيد الجدول اسوي له سلكشن. مور بوردرز، ولكن انا ما اريد هذا النمط البولد، اريد مثلا مزدوج او منقط. خلينا ناخذ المزدوج، اريد الحدود الداخليه والفواصل تكون مزدوجه ما تكون بولد، وارجع اضغط على الانسايد راح يكون مزدوج. تبغى طلاب صار الحد الخارجي للجدول هو بوردرز والفواصل الداخليه مزدوجه.
زين، اريد اغير بس هذا العمود، بس هذا يعني واحد او اثنين بس اللي بالطول اخليهم متقطع على سبيل المثال، ارجع اسوي سلكشن، لازم سلكشن تربط اللاب، تربط اللاب لازم سلكشن بوردرز، خلي اختار هذا المنخرط، شوف راح اشرح سوي، راح اختار هذا، طب ايش حيصير؟ صارت كل الفواصل العمودية منقطة، وبقيت كيفكم والتنسيقات خاصة، إذا طلب منكم تنسيق معين سووا مثل ما هو يريد، وإذا ما طلب التنسيقات أنتوا تحددوا. خلصت محاضرتنا اليوم، خلي أفتح لكم رابط التسجيل قبل لا نبدأ بالنقاش.